الجبال أوتادا ضربها الله في الأرض وجعل تسعة أعشار الجبل في الأرض وعشر واحد فوق الأرض. فإذا رأيت جبل شامخ طويل فوق الأرض فلا تتعجب من طوله فوق الأرض، ولكن تعجب من عمقه في الأرض، لأن تسعة أعشار هذا القدر اللي فوق الأرض أضربه في عشرة مرات تحت الأرض، تسعة أعشار سبحانه وتعالى. ولذلك الجبال من أسفل الأرض متصلة بحبال، هذه معلومة جديدة. الجبال كلها، كل جبال الدنيا متصلة بحبال جبلية في عمق جوف الأرض. هذه الحبال ماسكها ملك، إذا أراد الله بقوم خسفا حرك الملك حبل من ذيك الحبال مرتبط بها سلسل جبال ذيك المنطقة، وإذا بها تهتز زلزال قوة كذا، هذه حركة من حبل من حبال الجبال السفلية بأمر من الله عز وجل، وقام بملك. وإذا الجبال كيف نصبت. الأرض قبل خلق الجبال كانت تميت لا قرار له، فلما خلق الله في الجبال استقرت وأصبحت تمشي حركة مستقرة بثبات، ولا يشعر الإنسان بها، فيبني الإنسان ما يسقط بيته السبب الجبال.